جيب هذا الزيتون. لا زين هذا مو قلبي يوجعني قلبي زين. وانا اريدك تموت. انا اريدك تموت. شويه هيك شويه نص نص. نص نص من الزيتون قلبي يوجعني. اسمعني. زين للقلب. انا جايبك اليوم اريدك تتنازل عن البيت. وليدي واخواتك وين يروح؟ اخواتي والله موفقين. يدور بيه. تنازلني عن البيت، اسمعني. انا الوحيد الك ابن. تنازلني عن البيت. خواتك ما عندي. خواتك خطيه. خواتي الله موفقهم. احبك بابا احبك. ليش تخليني اهينك؟ وين ما جيت احكي هيك؟ شلون؟ وين ما جيت احكي هيك؟ انا والدي. والدك ايش تحكي وياه؟ ايه. صدق تحكي؟ ايه. والله حرامات تربيته بيك. هنا واحد ما تستحق. ها؟ ابوك هذا؟ ايه. معقوله؟ سرعت يعطي. ما شفت ايش يحكي وياه ابوك؟ مكان محترم حوالي. حبيبي شنو الولد ابو المطعم لو محامي؟ زبون. لا حبيبي مو محامي بس هذا ابوك. انت ابو حجي؟ حجي يوم. يعني انت ما تريده بالبيت وياه؟ اي بنيتي ابوي. ما اريده شاد ويا زوجتي. شلون؟ شاد ويا زوجتي. لو مو زوجتك ابني حبيبي. بس لا تزحم عليك. لو مو زوجتك. كون عوال محترم. تتهم لو لا؟ شلون تحكي ويا ابوك انت حجي؟ شلون تحكي وياه؟ عوف عليك. هذا ابوك هذا. امشي وياي للبيت حبيبي. امشي وياي للبيت اخليك على راسي يا قلبي. ويانا تجربه اجتماعيه خاله. الله يسلمك بنيتي رحم الله والدي. خاله. الله يسلمك بنيتي. الله يسلمك بنيتي رحم الله والدي. والله والدي. ناسفين اختي. والله والدي. حبيبتي خاله دموعك غالية علينا واحنا اسفين اذا يعني شوية زودنا بالمشهد ولكن احنا دائما نسوي هاي المشاهد حتى نوصل رسالتنا للعالم.